السلام عليكم، انا خويا من الجاره ديال داك السيد اللي كتناقدو داك السيده وكتقول عليه هذا الشيء. هاد الناس الله يعمرها دار، ما عمرنا ما شفنا فيهم شي حاجه قبيحه ولا شي حاجه ما مزياناش. هذه مده 10 سنين وانا ساكنه تما، الناس الله يعمرها دار. حتى داك السيد حنا ما عرفناش كيوقع له، والله فاش سمعنا هادشي لا تصدمنا، حيت داك السيد ما عمره ما شفناه كيدير في الزنقه ولا هادي كيشوفنا كيحشم راسو ما كيقدرش يهزو. وهي براس هذاك السيده الله يعمرها دار ما شفنا فيها حتى شي حاجه يعني قبيحه ولا هادي، يعني ما عرفناش شنو بيناتهم، يعني الله هو اللي كيعلم على شنو بيناتهم. ولكن حاجه وحده باش كتقول لك كيتعداو عليها ولا هادي، والله ما كيتعداو ولا شي حاجه، يعني ماشي انا راني كنقول الصراحه وربي شاهد عليا، ما كيتعداوش عليا. انا بالنسبه ليا فاش كندخل عندهم ونلقاها اقسم بالله داك ناتي الغدا ما قدروش يحطوه حتى جات هي، كانت في السطح كتصبن وحوايجها وكيعينوها حتى تجي هاد تغداو. وهاد الناس راه مساكين اللي كتقول لك هما كيعايروهم بالفقر، حنا براسنا فقراء، راه كلشي فاقر الحمد لله، هما براسهم على قد الحال. باهم مسكين طايح في الفراش ما كينوضش، امهم مريضه، يعني مساكين كيخدموا يعني خدمه كي كيخدموها الناس ويجيو، يعني عادي ماشي شي ناس اللي تقول لك هكا. وش نقول لك، ما عندي ما نقول لك، هاد الناس الله يعمرها دار ما شفت فيهم الا الخير والاحسان. وهي براسها حنا تفاجئنا، تفاجئنا فاش شفنا هادشي ما فهمنا والو حق الله. ديانه ما الله يعمرها سلعه، الله يعمرها دار، وتا هي حنا ما كنقولوا شي حاجه عليها قبيحه، تا هي مزيانه ظريفه، ولكن هادشي بيناتهم الله اعلم به، هما نعرف زعما ما كيفكر ما كيدير حتى شي حاجه خايبه في الحومه ولا حتى شي حاجه. والله هاد الناس الله يعمرها سلعه، حنا جايين راه سامحين في وليداتنا، جايين هاد الوقفه واقفين باش نهضروا على حساب. حنا ما كنقولوش عليها هي العيب ولا هذا، هو الله يعمرها دار. حنا ملي سمعنا هاد الشيء راه تفاجئنا، ملي سمعنا بلا راه ضربها وهذا بقينا كنقول يمكن ماشي هو ولا ما نعرفت ضربها شي حد. الله يعمرها سلعه، مزيانين بيناتهم وكانوا عايشين معانا، الله يعمرها سلعه، عمري ما سمعت منه شي كلمه العيب. هذه 14 عام وانا معاها، عمري ما سمعت منه شي حاجه. وهي كانت هي كمزيانه، ودابا الله اعلم بيناتهم شنو واع بيناتهم، الله اعلم. ما سمعنا ضربه بحال اللي ما تفاجئنا والو، مشينا رغبناه ودفعنا الناس عليه وانا نصبوا له في وجهه، نصبوا وجهه امها ما بغاتش وهي ما بغاتش، ما عندنا ما نديروا لهم.